بدايه الصالون بلشت انا اول شيء مش بالمجال الحلاقه، انا كنت بمجال الانفستمنت بانكينج، وشفت في بوتنشل بهاي الماركت عاليه، وشفت انه الامارات از ايفر جروينج، فقررت انه الاقي استراتيجيك لوكيشن بدبي وين بقدر افتح محل صالون حلاقه ويكون فيري هاي كواليتي. فاخترنا اللوكيشن بالإميريتس هيلز، تحديدا بفيدا ريزيدنس. بلشنا تقريبا صرنا سنه ونص، اكثر شوي من سنه ونص، والحمد لله. الخدمات احنا بتتوفر عندنا تقريبا كل الخدمات، من شعر ولحيه، هير تريتمنت، مساج، مانيكير بيديكير، وفي عندنا كمان انواع فيشلز متعدده اللي هي الاكسبرس فيشل، الاكسفولييشن، الديرما. في عندنا برضه شغله بتميزنا بالمحل انه كل اور برودكت وحتى البرودكتس اللي بنستعملها بالسيرفيسز كلها عضويه اورجانيك، من الشامبو للفيشلز لحتى صبغه الشعر من غير كيميكلز، وكلها عضويه. وهذا الاشي اللي بيميز يعني باربر ريبوبليك عن غيره. الرؤيه المستقبليه للصالون از ان شاء الله خلال السنه الجاي تو اكسباند للاذر فيداز بالامارات. في عندك هلا الفيدا كريك هاربر، في عندك فيدا داون تاون، في عندك فيدا مارينا. فان شاء الله ان ذا كومينج تايم بدنا وي وونت تو اكسباند تو اول اوف ذم. طبعا بتشكر دوله الامارات على التسهيلات اللي منحتها لل رجال الأعمال إنها تفتح البزنسز هاي لتقوي الإيكونومي، والأمن والأمان اللي كتير بيساعد إنه for businesses to flourish. نحن موجودين في إميريتس هيلز، تحديداً في فيدا ريزيدنس جنب فيدا هوتيل. تقدروا تتواصلوا معنا من خلال أرقام التليفون وعلى السوشيال ميديا، وأهلا وسهلا فيكم.